كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللي عنده الأديان سواء ويدعو إلى وحدتها وأنها كلها سواء هذا ما هو مسلم، يعني ما يميز بين الكفر والإيمان وبين التوحيد والشرك وبين المؤمن والكافر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يدعو إلى وحدة الأديان ويقول إن النصرانية واليهودية والإسلام هي أديان سماوية وأنها معتبرة، أديان سماوية لكن منسوخة، ولا يجوز العمل بالمنسوخ، ما بقي إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. من هو النبي الأمي؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمن بالله وكلماته ثم قال واتبعوه. ما يكفي أنك تؤمن به وتقول صادق ورسول حق لكن تبقى على دينك وعلى مذهبك، لا، واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن أو قال لا يتبع ما جئت به إلا كان من أصحاب النار. الأديان السماوية هي أديان ما دامت باقية، فإذا نسخت فليست بأديان. فاليهود حين كانت شريعة موسى قائمة وهم متبعون لها هم على الإسلام، والنصارى حينما كانت شريعة عيسى قائمة وهم متبعون لها هم من أهل الإسلام. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام صار كلهم كفارا لا يقبل عمله، لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.